دكتور لما في اسنان بتتكسر وهي مش مسوسه ده يبقى ايه بقى؟ حاجات كتيره، اولها اللي هو الاتريشن او التاكل في سطح السنه، وده تاكل طبيعي نتيجه للمضغ والجز وي 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 وي. اكسيدنت، خبطه حصلت في السن فتكسر السن. لا، بتتكسر لوحدها من غير ولا اكسيدنت ولا اتريشن ولا حاجه. في ناس عندها بروكزيسم بتجز على اسنانها نتيجه للتوتر. انا دكتور والله بعمل كده، وانا بعمل كده وبلبس البتاع ده النايت جارد. الجز على السنان ده بيعمل تاكل في السنه، سنان تتاكل، فبالتالي الابعاد بتاع البق بتبوظ. يعني لما انا بعض كده، انا قافل سنان على بعضها، المسافه دي مثلا سي 30 سنتي او 20 سنتي، لما سنان تتاكل المسافه هتقل. فيبدا يحصل مشكله في المفصل بتاع الفكين، لانه بقى بيقفل بطريقه غير اللي بيقفلها الاول. فيبدا اللي عنده يعاني من صداع يروح لدكتور الانف والاذن والحنجره، لانه عاده بيقولوا دي بيبقى من الودن، لان المفصل جنب الودن. دكتور يقول لهم انتوا ما عندكوش حاجه، فيبدا يوجههم لدكتور السنين. شخصنا صح، عرفنا ان ده اتريشن او تاكل نتيجه ان احنا بنجز على اسناننا، اتحلت. طيب اللي بيجز بقى يا دكتور اسنانه مالوش حل؟ لا، ليه طبعا، غير النايت جارد. غير النايت جارد المفروض ان بيروح لدكتور بيكتب له بعض المهدئات عشان التوتر والتنشن ده يقل، فبالتالي ما يحصلش ده وبيجيب نتيجه. المشكله ان انت اعملي سيرفي كده الاربع خمس سنين اللي فاتوا والخمس سنين اللي قبلهم، هتلاقي لا دلوقتي احنا توترنا بيزيد. خايفين على نفسنا وخايفين على بلدنا وخايفين على اسم بلدنا، والاعداء بقوا كتير، واللي بيحارب البلد بقى كتير، فبالتالي التوتر بقى كتير. شوفي الحاجات العامه اللي في البلد دي بتاثر علينا كافراد وكاشخاص، فبالتالي اللي بقى بيجز على اسنانه او عنده البروكزيسم ده النسبه بتاعتها عاليه جدا الايام دي. التوتر ده بيخلي يحصل الجز الجامد على السنان ده، فبالتالي بنضطر نعمل حاجات كتيرة في أسناننا، فممكن يبقى عندنا تكلفة شوية زيادة. شوفي كل الحاجات مشيت بنفس السيكونس الطبيعي. لو احنا هدينا نفسنا من الأول، عملنا فريم. أنا كنت في إيفنت امبارح اسمه لايف ستايل إكسبو، كده حياة كانت موجودة، خطة حياة كانت موجودة بتصور. أنا كان عندي كلمة قلتها امبارح في الإيفنت ده. الايفنت ده بيتكلم على ازاي يبقى البني ادم عنده لايف ستايل، يبقى عنده فريم، عنده برواز لحياته بيعمل فيه كل حاجه. البرواز ده يعني ايه؟ يعني انا بشتغل مش شرط عشان الضغوط والحياه والكلام ده اشتغل 17 18 ساعه في اليوم، لا، انا ممكن اشتغل 8 ساعات بس انتج في الثمان ساعات دول، اعمل شغلي كويس قوي، وبقيه اليوم انا عندي سوشيال لايف، عندي حياه اجتماعيه طبعا. عندي بيت وعندي صحاب وعندي ناس لازم طبعا ياخدوا وقت من وقتي طبعا. عندي حياتي الشخصيه، انا لازم اقعد اقرا، لازم اقعد اذاكر، لازم اشوف ايه الجديد. عندي رياضه لازم اعملها، مش شرط اروح جيم غالي قوي عشان اعمل رياضه على فكره، لا خالص. انا لو مشيت في الشارع بتاعي كل يوم تلت ساعه بالزبط، انا عملت رياضه طبعا. الاكل والشرب، مش شرط لازم اكل اكل غالي عشان ابقى عندي لايف ستايل او نظام تغذيه محترم، اكل عادي بس اكل صحي، اكل طبيعي. جانك فودز والحاجات بره دي نبدا نقللها. هو ده اللايف ستايل، هو ده الفريم. انا دخلت في الموضوع ده لان الحاجات دي كلها بتبدا تقلل التوتر. انت عارفه ان في نوع من انواع التسوس اسمه رامبنت كيرز؟ الرامبنت كيرز ده تسوس بيحصل لما يبقى في ديبريشن او احباط او ستريس او الحاله النفسيه السيئه. تسوس السنه بتسوس بدون اي اسباب، ولحد دلوقتي التشخيص بتاعه ان ده بيبقى جاي تسوس بيحصل لعدد كتير من الاسنان في فتره قليله من الزمن نتيجه للحاله النفسيه السيئه او الاحباط او الضغوط النفسيه اللي احنا عايشين فيها طول اليوم. بيحصل تسوس، حاجه مش منطقيه على فكره خالص، والعلم لحد دلوقتي ما اثبت لهاش اي ميكانيزم هي بتحصل ليه وازاي. لا، هم ربطوها ان معظم الحالات اللي بتيجي بالرامد كيرز ده بيبقى عندهم ظروف ادت الى حدوث التسوس ده. لما تيجي الحاله دي تروح لدكتور السنان، انا لازم من الهيستوري ومن التاريخ ومن الاسئله ان انا بسالها للعيان اعرف ان ده رامد كيرز وده تسوس عادي جاي نتيجه للاهمال. لازم انا اعرف، لان لو عرفت هشخص صح، فبالتالي العلاج هيبقى صح. في حاله التسوس اللي بيجي نتيجه للاحباطات والناس اللي متضايقه والضغوط، لازم الاول اعالج ده، اوجه العيان ده لدكتور مختص يبدا يقلل له الدبريشن والاحباط وهذا الاستريس، عشان لما انا اعمل له سنه ولا اتنين ولا الخمسه اللي سوسوا الباقي ما يسوسش. ما جيش عندي بقى عملت له اربع خمس سنين سوسوا فنظفنا التسوس وعملهم الكراونز وعملنا كل حاجه لطيفه، يجي لي كمان سنه ببقيه سنه مسوسه. ما هو ده بقى، ده انا بتفاجئ دلوقتي بالكلام اللي حضرتك بتقوله. يعني احنا طول عمرنا واحنا، واكيد في ملايين غيري عارفين الموضوع ده، التسوس بيجي نتيجه مثلا بقايا الاكل او لكن من ال طبعا طبعا. وده تسوس موجود ومشروح في الكتب، ويعني بنحاول او الدكتورز بره بيحاولوا في
الجامعات اللي بتختص بده بيحاولوا يلاقوا له اسباب. لا هو اسبابه ديبريشن. يعني طب هو ده له علاج مختلف عن التسوس العادي؟ اه علاجه ايه؟ ان انا ازاي ابقى اشتغل في حاجه اسمها البريفنتيف دنتستري، طب الاسنان المحافظ الوقائي، ان انا لو عملت شويه سنان يسوسوا لازم باقي للباقي. لكن لو هو التسوس جاي عادي، لا عملت السنه دي ومش هقول له روح لدكتور بقى يعمل لك يقلل لك الاحباط والاسترس والكلام ده، مش هقول له كده. لكن لو ده لا لازم اوجهه لدكتور يقلل له السبب الاساسي. ايه السبب الاساسي؟ اللي هو الدبريشن والاسترس وضغوط الحياه اللي احنا حاطين نفسنا فيها.